السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وغادي نتكلموا على كلمة الركراكي. سير سير كلمة اللي نقولوا باللي السحرية، ماذا تعني ومن أين جاءت؟ مدربين يعني مدرب ليصنع تاريخ روحه، ما يصنعولوش تاريخ، كان لي يصنعوا له تاريخ، كان لي يصنعوا له تاريخ، وكاين لي يصنع تاريخ الروح. انا نشوفه، رانا نشوفه، نعرفه كرة قدم ونعرفه بزاف صوالح، يعني ما كاش لي يجي يضحك علينا. صحيح ناس ضحكت منا، صحيح ضحكتو، قصف بهدل الصحافي فلاني، ضرب الاخر منا، راخ منا، صحيح ضرب وقت العمل، قاعد خدمة بدون تقديس، بدون تقديس. تغلط خويا غادي نحاسبك، راك قاعد اقعد. يعني نصف نهائي كاس افريقيا، معليش اقعد اقعد. 2040 2060 2000 وي ما توصل نصف نهائي زيد كونترا، وي ما توصل شو توصل نصف نهائي لك 2026. كي توصل نصف نهائي كاس افريقيا الجايه دير 2030، وكي توصل 2025 نصف نهائي دير 2034. اي كيما هكا بالربع سنين، زيدو بالربع سنين، نورمال عادي خويا. هيا نشوفو حنايا المنتخب الوطني الجزائري، وانشحنا وليد الركراكي مدير الفني للمنتخب. نتكلمو على الناس اللي يصنعوا تاريخ، ماشي التاريخ يصنعهم، حاش كاين اللي يصنع، كاين اللي يصنع تاريخ روحو، كاين ابطال يصنعوا تاريخ روحهم، وكاين اللي التاريخ يصنعه، كاين اللي يصنعوا له تاريخ، يعني تاريخ ومن بعد تنكشف، تنكشف كيما ذاك اللي تيبو يهضر يقول لهم انا واحد السنين الطياره ضربت من تحتي ضربت من فوقي، بدنا تيخرج فيه واحد يقول له وين؟ وين البلاصه؟ وينها؟ وين شكون؟ شكون منا؟ كيما سيتعقل، صاري لها كيما هكا. بصح اللي يكون صانع تاريخ كي تهضر العربي بالميدي، الناس كاع العالم تهضر عليه، كي تقول العربي بالميدي اسكت. عم تهضر انت على، تهضر على الناس اللي صنعوا تاريخ روحهم باينين. ونعاودو نولو نتكلمو على وليد الركراكي مدير المنتخب المغربي الأول لكرة القدم. همهم لاعبين، وين ألهمهم لاعبيه بكلمات سحرية سرعان ما باتت على لسان جميع اللاعبين والمناصرين، وهي كلمة قادمة من يعني العامية المغربية. وينسح الكلمة سير سير، صح هذه يقولوها المغاربة بزاف. هي كلمة قالها الركراكي في وقت ما فجعلت منها الجماهير المغربية عقيدتها في المدرجات للدفع بحماس الأسود وإنعاش روحهم القتالية، فكانت النتيجة تاريخية. وردد الركراكي ولاعبوه ومعهم الجماهير، الجمهور المغربي والعربي، كلمة سير سير سير. يعني وين نقولوا بلي كانت، نقولوا بلي كانت هذه كلمة، كلمة يعني فتسقط الخصوم بهذه الكلمة، فسقطت الخصوم تابعا بتصدر المجموعة السادسة، يعني مجموعة الموت، على حساب بلجيكا وكرواتيا وكندا، قبل أن يتجاوز الأسود عقبة الإسبان في الدور 16 ثم البرتغال في الدور 8، لتفتح هذه الكلمة السحرية طريق المغرب صوب المربع الذهبي من المونديال في إنجاز عربي غير مسبوق. يعني على ما قد تقول بالك راني نتخيل، وهي حقيقة ما تخيل ما والو، هي نقولوا بلي حقيقة. يعني بالك كان غير، نقولوا بلي كانت الأفارقة والعرب غير متوقعة، كاش يقولك تروح توصل؟ لا والله ما توصل كاع، يقولك روح بالرد العب. خطرة صحافي، يعني هو صحافي سعودي، راك تعقلوا عليا، قدامنا تبدا كأس العالم، في هذه كأس العالم، شنو قال لهم؟ قال لهم العرب بدون شعار، يعني يضربون، يلعبوا الجولات الاولى احمائيه ويعودون الى منازلهم كما قالها. لكن
المغرب وين حطمت كل حواجز، انا نقول حطمت كل الحواجز، يعني في انجاز عربي غير مسبوق. سير سير ماذا تعني ومن اين جاءت؟ سير سير هي كلمه باللهجه المغربيه الشعبيه وتعني الى الامام، وقد استعملها الوليد الركراكي في وقت سابق عندما كان مدرب للوداد الرياضي لتساهم في تربعه على عرش القارة السمراء بعد تتويج بلقب الدوري أبطال إفريقيا قبل أن يصطحبها معه إلى معسكر الأسود الأطلس. شعار الركراكي عفوي، واستعمل الركراكي كلمة سير سير هي في كثير من المناسبات خلال حصص التدريبية للدفع بعجلة يعني لاعبيه إلى الأمام ليتناولها لاعبون فيما بينهم، وتصبح لازمة بينهم وعلى لسان الجماهير المغربية والعربية من أجل رفع المعنويات. سير سير وانقطع بها وليد الركراكي الطريق وتجاوز من خلالها أصعب المحطات على أمل أن يتواصل هذا الحلم المغربي العربي الجميل في مونديال قطر إلى النهائي. علاش لا خويا؟ يعني وين يعني حقيقة كاش يعني ما تنجمش تهرب منها، يعني اعتراف، يعني واحد يعترف. أنا واحد من الناس كرياضي يا خويا نعترف، أنا ما نكذبش عليكم، سيبورتي تونس، سيبورتي السعودية، قطر، حتى قطر وتمنيتهم يربحوا، قلت انا يخرجوا بشرف والله العظيم. سيبورتيت الكاميرون، سيبورتيت السنغال، سيبورتيت غانا، ما نكذبش عليكم. والمغرب، هذيك المغرب كنت مراهن عليها من نهار الاول، ما نكذبش عليكم، كنت نقول لكم كاين كاع هذو، بصح المغرب حاله اخرى، كنت نقول باللي حاله اخرى المغرب، يعني حاله اخرى، يعني ما نكذبش على روحي. خاطر اللي يتبع البطوله الاوروبيه ويشوف اللاعبين اللي راه في المغرب، شحال كاين من لاعب راه في المغرب، يعني اللي تكونوا في، خلينا كاين اكرا صح تكون في الاكاديميه تاع محمد الخامس، يعني كاين بزاف لعابه، لكن كي تبقى تشوف فيهم وين راهم يلعبوا وتبقى تعرف القيمه تاعهم اللي راهم يلعبوا، الانديه اللي راهم يلعبوا فيها، يعني لي يعرف كرة القدم، راني نهدر مع ناس يعرفوا كرة القدم، يعني تعرف بلي هذا المنتخب يعني ما غاديش يخوفه كريستيانو ولا يخوفه مبابي ولا غادي يخوفه فلان ولا فلتان، لا خويا، تعرف بلي هذا المنتخب يعني سوف يوقف الند للند أمام أي منتخب كان، يعني نقول لكم ونعاود، ربما نشاهد المغرب وكرواتيا في النهائي، يعني راني دايرها 90%، هذيك 10% من بعد نقول لكم عليها، ومن بعد نعطيكم النتيجة، وربما النتيجة سوف تكون هدفين لهدف لصالح المنتخب المغربي أمام فرنسا، يعني نقول لكم ونعاود فيها، سوف تكون هدفين لهدف أمام المنتخب فرنسا في صالح المنتخب المغربي، بالتالي كاع خويا، هنا مباراة ما قالكش دايره، إن شاء الله بربي، يعني واحد كيما مزراوي، واحد كيما السياسي، يعني يكونوا حاضرين، هادو زوج وأكراد، هادو ثلاثة، يكونوا حاضرين رغم ان اللي لعبوا قدموا ما عليهم، ما قدموا لا ما عليهم، يعني وين ذاك بدر بنونة يعني اللي دخلوا، شوف هذاك عملاق هذاك، يعني وين قدموا ما عليهم، يعني مباراة تاريخية، يعني باش تأهل نصف النهائي كأس العالم، يا جماعة انا ما الناس باقي تبان لكم نورمال، هذا كأس العالم، ما اللي يعرف قيمة كأس العالم كان اللي يقول لك علاه احنا كنا اللي بدنا نتكاليفيو، يا ودي المغرب فانك ماشي كل 4 سنين تتكاليفا، المغرب تكاليفات راهي من 98 تكاليفات 2018 وزادت 2022، بصح خدموا الناس خدمت، وانت كيف انت عندك بن ناصر، عندك محرز، عندك من، عندك لعاب تائه برازيلي تائه في افريقيا، ما تروحش تلعب كوب ديمون، لا كنا رايحين هنا نروحوا نورمال، سقدوا رواحكم عاودوا، سقدوا رواحكم عاودوا، سعفوني.
ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم وصحيتو خاوتي. سلام.